اوكي، فينطينا فقط الاي ار اسمها البيرماتيفيتي ويرمز لها بالرمز هذا الرمز اللاتيني يشبه الاي، وينطينا فقط هذا الرقم، هذه ندخلها بالمعادلة هذه بالبسط بدون تربيع، وبالمقام يتربع الرقم فيطلع هذا الرقم، هذا الساين ساين الزاوية. فحتى نوجد الزاوية ناخذ الساين انفيرس مال الزاوية فتطلع لنا الزاوية. عفوا طلاب، بالنسبة هذا المثال الأول يتكلم عن البريستر أنجل، وقلنا هي البريستر أنجل اللي هي الزاوية اللي ما يصير بيها انعكاس، يعني واحد اسمه بريستر جرب لقى أكو زاوية مال السقوط، زاوية السقوط عند ما تكون في مقدار معين ما راح يصير انعكاس، كل الطاقة تنفذ إلى الوسط الآخر. طبعا هاي من يصير عندنا موجة تسقط من وسط بكثافة معينة إلى وسط كثافة مختلفة، فتعرفون أنه أكو يصير انكسار وانعكاس. فبريستر لقى في الزاوية قال بهاي الزاوية ما راح يصير أي انعكاس، راح يصير كله انكسار ونفاذ إلى الوسط الآخر. هذا هو تعريف بريستر وتعريف الزاوية. فاحنا نقدر نحسب من هذا القانون، نقدر نحسب الزاوية، نطلع ساين الزاوية، وبعدين حتى نحسب الزاوية ناخذ ساين انفيرس الزاوية، يعني عكس الجيب. يعني مثلا انت عندك جيب الزاوية تريد الزاوية تطلعها، فتقول
تاخذ عكس الجيب فتطلع الزاويه عندنا هذه. المثال رقم 2 ما مطلوب، هذا شخطه عليه ما مطلوب هذا. المثال رقم 3، هذا المثال رقم 3 هذا يتحدث عن القانون اللي اخذناه مال القدرة المستلمة اللي اخذناه بالبداية، قلنا هاي القانون الاول للقدرة المستلمة على مسافة معينة، فلازم ينطيني القدرة المرسلة هذه بي تي، وينطيني جي تي وجي ار هذه ربح هواي الارسال والاستقبال، والال انطيني اياها واذا ما نطاني اياها اعتبرها واحد، واللمدة اطلعها من التردد فتطلع عندي القدرة المستلمة بالواط او بالملي واط. فهنا هسه السؤال هذا او المثال نعطيني القدرة المرسلة اللي هي البي تي 65، ونعطيني التردد 900 ميجا اللي اطلع من عند اللمدة، وهنا ده يقول عندي اليونيتي جين. يونيتي جين يعني شنو؟ يعني بي تي واحد، وهنا اليونيتي جين للريسيفر ايضا البي الجي ار تساوي لنا واحد والجي تي تساوي لنا واحد، فاذا تكاملت عندنا. فهسه نجي نحسب البي ار، نجي نحسب البي ار. زينب عبد الرحيم، زين الان هو اول طالب اول مطلب يقول حول لي القدره المستلمه القدره المرسله ال 65 حول ليها للدي بي ام والدي بي دبليو. فعندنا قانون لتحويل القدره من الواط الى الدي بي، هاي نعطيناها بالواط نحولها للدي بي باستخدام هذا القانون. فانت هذا القانون بالقدره المستلمه بالواط وبالهذا، بس هذا هسه هذا بال دي بي ام يعني ملي واط، فنحول الواط الى ملي واط نضربه في الف، هذا 65 نضربه في الف وندخلها داخل نقول 10 لوغاريتم الرقم اللي انطينا 65 فتطلع عندي دي بي ام يعني دي بي ملي واط يعني. اما الدي بي واط هاي غيروها شويه، هاي غلط، هاي دي بي واط اكتبوا عليها دي بي دبليو زين مثل هذه دي بي دبليو. فنجيب ال 65 نفسها ما نضربها في الالف، نخلي لها هنا 10 لوغاريتم ال 65 يطلع عندنا الدي بي واط. هذا المطلب الاول اكسبريس للترانسميتد ترانسميتر باور ان يونت اوف دي بي، يعني حول ال 65 هذه من واط الى دي بي. والدي بي شكلين، اكو دي بي ام يعني ملي واط والدي بي واط. الملي واط لازم نضرب هاي 65 في الف وندخلها ويا اللوج، والدي بي دبليو اللي هي دي بي واط هذه ما نضربها ناخذها نفسها فتطلع عندنا دي بي واط، بس هاي غيروا لنا اياها دي بي واط. زين الفقره بي فايند ريسيفد باور ان دي بي ام ات فري سبيس ديستانس اوف 10 اوف 100 متر فروم ذا انتنا. هسه هذه نستخدم القانون هذا اللي قلنا عليه، القانون هذا طبعا اول مره ناخذ اللمدة التردد نطلع اللمدة من التردد، التردد نعطيني اياها 900 ميجا هرتز، هاي نعطيني اياها 900 ميجا هرتز. من هاي 900 ميجا هرتز نحسب اللمدة، فاللمدة هذه لازم تعرفوها تساوي السي سرعة الضوء على التردد، وسرعة الضوء المفروض تكون مفهومة عندكم 3 × 10^8، والتردد 900 ميجا يعني 900 × 10^6 فيطلع عندي 0.33 متر. ونجي نطبق هذا القانون هسه، طلعت عندنا كل المعطيات، البي تي نعطينا اياها 65 واط، والجي تي والجي ار واحد، والال هم واحد، اللمدة طلعت 0.33، ونطبق القانون ونعوض بالمعطيات هذه فيطلع عندنا بهذا الشكل. لاحظ هذا يعني عوضنا فيطلع عندنا هذا الرقم. الرجاء يعني انتم المفروض
يعني تطبقون ميديكم بالحاسبة شلون تطلع هاي الأرقام، لأنه أنت أكيد راح تجيكم أرقام غير أرقام، يعني ما يجي السؤال نصا حتى بالأرقام ما يجوز هذا، فيطلع عندنا هذا الرقم حتى لازم تعرفوها سليش في 10 ناقص 6، وهذه تطلع بالواط. حتى أحولها للمليوات أضربها في ألف أو في 10 أس 3، في 10 أس 3 تنطرح من 10 أس ناقص 6، فيصير عندي 10 أس ناقص 3، هاي ملي واط. هسه أطلعها بالملي واط بالدي بي إم، رأسا أجيب هذا الرقم 448 في 10 أس ناقص 3، أخلي هنا 10 لغات هذا الرقم، يطلع عندي بالماينس. وأيضا هذه يجب أن تطلعوها بيديكم وتشوفون ليش طلعت ناقص. طبعا هذه الناقص ممكن تجي هنا تصير ناقص 30 لوج وتنضرب في اللوج، فهذه شوية لازم انتو يعني واحد، يعني كل واحد لازم بيده يعني بالحاسبة ويحسب، يحسب المطلوب يعني ويطلع القيم، حتى يعني من غير الأرقام انت تقدر تطلع القيم. المطلب الثالث يعني يريد البي ار على بعد 12 كيلو متر. طبعا هذا هسه اذا يعني يريد البي ار على بعد، اذا احنا طلعنا البي ار على بعد معين اللي طلعناه هسه على بعد 100، هسه البي ار على بعد يعني اللي هو قال لنا على 12 كيلو متر، فنجي نستخدم هذا القانون. هذا القانون احنا نستخدمه اذا كانت عندي القدرة المستلمة على بعد معين يعني معروفة، فنقدر نطلع القدرة المستلمة على بعد يعني آخر اللي هو نعطينا إياه 12 كيلو متر، ف12 حولناها إلى متر نضربها في ألف تصير 12 كيلو متر، وهذه تطلع عندي بي آر اللي هي ناقص 23 اللي أنا يعني طلعتها هنا، وهذا الرقم هنا عندي أطلع العشرين لوغاريتم 100 على 12 ألف يطلع عندي ناقص 41، يصير عندي ناقص 65 اللي هو مجموع الاثنيناتين دي بي ام. زين، المطلب الثالث اللي رايده عفوا المطلب الثالث اللي رايده بالسؤال اللي هو effective aperture اي اي اللي هي مساحة او مساحة الانتنة، مساحة الدش المطلوبة. زين، فهذه المساحة الدش يعني نرمز لها بالرمز اي اي، فهذه اي اي تساوي ان الجي في الواي تربيع على الفور باي. نعم. زين، هسه شلون نحسب هذه الابرتشر؟ طبعا هذه مساحة الدش بالمتر او السنتيمتر تربيع. الجي نعطيناها 1 اللي هي يونيتي جين قال عليها، واللمدة طلعناها 0.33 على 4 باي، هذا رقم 4 باي يطلع عندنا هذا الرقم، نضربه في ألف يعني أو نضربه ب10,000 حتى يتحول إلى سنتيمتر مربع، لأن هذا متر مربع، كل متر يساوي 100، ف100 تربيع تصير 10,000، ونضربه ب10,000 يطلع عندنا هذا الرقم سنتيمتر تربيع. وقلت لكم هذه ضروري جدا واحد يحل بيده بورقة وقلم حتى يفهم الأرقام هذه شلون صارت، وإلا إذا تغير عندك الرقم أبدا ما راح تفهم شلون صارت النتائج هذه. المثال الرقم 4 هذا يعني على يعني مثل الأسئلة اللي أخذناها بالأخير اللي هي اللينك باجت، هذا على اللينك باجت يريد يحسب، عفوا لا هذا على البي آر نفس السؤال الثالث الثاني، نفس السؤال الثالث، فهذا نعطينا أيضا هسه القدرة 60 واط. هسه شوف الهوائي
الجي تي نعطيناها مو واحد، نعطيناها 1.5، والتردد 0.9 جيجا هرتز، فيريد البي ار على بعد 150 متر، فنستخدم هذا القانون. زين، وعدنا على 150 متر، هسه هاي لهنا لحد النقطة، بس نطلع الواي اللمدة من 9 جيجا هرتز، فتطلع عندنا 0.33 متر. فنجي نطبق القانون، نعطينا طبعا هو هنا نعطينا هسه الجين مال الانتنة الهواء الارسال، وهنا الجين مال هواء الاستقبال. فنجي عندنا هسه القدرة المرسلة 60 واط، نخلي 60، والجين مال هواء الارسال اللي هي الجي تي نعطيناها 1.5، هذه 1.5، والجي ار جين مال الاستقبال هي 2 نعطيناها، هذه 2، والال اذا ما نعطيناها نعتبرها 1، واللمدا 0.33، والفور باي هذا تعرف رقم، والدي اللي هي 150 متر اللي راده هيك. فطبعا هذه الحسابات واحد المفروض يضبطها، فتطلع عندي 5.61 في 10^3 طبعا ملي واط، فهي محولة مباشرة. هسه الملي واط نحوله إلى دي بي ودي بي ام، فنيجي هذا الرقم نفسه ناخذ نقول 10 لوغاريتم هذا الرقم، فيطلع عندنا هذا الرقم اللي هو دي بي ام، دي بي ملي واط. هسه الشطر الثاني من السؤال يقول يريد القدرة المستلمة على بعد 9 كيلومتر، على بعد 9 كيلومتر. فاحنا عندنا هسه هذا القانون نستخدم اذا القدرة على 9 كيلومتر، فنجي القانون يعني طبعا موجود باللستة ومفروض معروف عندكم، يعني هو هذا القانون، هذا القانون امامكم موجود باللستة. زين، فهذا يعني نستخدمه بكثرة، فرجاء شوي واحد يعني من انت عندك قدرة طلعت القدرة يقول لك اريد القدرة على مسافة اخرى، فهذه القدرة المستلمة على 150 حسبناها طلعت عندي يعني هاي ناقصا 22.5 دي بي، وهذا الرقم 20 لوغاريتم 150 اللي هي عندنا طلعنا القدرة عليها 150، فيريدها هسه على 9 كيلومتر، و9 كيلومتر نحولها إلى متر تصير 9000 متر، فيطلع عندنا هذا الرقم، هذا الرقم يطلع عندنا. زين، هسه عندك مثال آخر اللي هو المثال الخامس. المثال الخامس هذا أيضا find the far field distance، هذا أيضا نعطيك هو نعطيك الديستانس عفوا الدايمنشن اللي هو الدي مال الهوائي يعني قطر الهوائي، ونعطيك التردد فقط، نعطيك القطر الهوائي ونعطيك التردد. شي يريد يريد الفار فيلد ديستانس، الفار فيلد ديستانس يرمز لها بالرمز دي اف، وهذا قانونها مطلوبة اللمدة والدي يعني قطر الهوائي، فنعطينا القطر الهوائي بالمتر طبعا، هذا حتى إذا سنتيمتر تحولوه بالمتر، فهذا يصير عندي 2 في دي تربيع على اللمدة، وعوضنا مكان الدي اللي هي 3 ومكان اللمدة اللي هي 0.315 متر، فيطلع عندنا هذا الدي اف. هذا فقط، هذا سؤال قصير، وهاي أسئلة القصيرة تيجي مثلا صح وخطأ، تيجي فروع يعني يعني حسب يعني حسب وضع الأسئلة. هذا السؤال على اللينك بادجت، اللينك بادجت يعني راح نأجلهن على المحاضرة القادمة، يعني كيفية حساب اللينك بادجت هذه على المحاضرة القادمة، فكل أسئلة اللينك بادجت كلها مطلوبة، لكن نأجلها على المحاضرة القادمة إن شاء الله، لأنها شوية أهم بها مفاهيم خاصة وبها أيضا ملاحظات يعني أرجو تسجيلها. وطبعا هي هاي أيضا من الأسئلة المهمة جدا، فنريد يعني واحد تركيز عليها. فخلينا هسه في الاسئله الغير اللينك واجد. هسه ايضا هذا السؤال فار فيلد ديستانس، نفس السؤال مال دي اف بس مغير التردد الصواب، ما ادري نفسه هو السؤال موجود يعني اخر، فالمهم هذا نفسه طبقناه قبل شويه. عندنا سؤال هذا
نريد الباث لوس. شلون نحسب الباث لوس؟ نعطينا التردد حتى نحسب من عند اللامدا، ونعطينا المسافة اللي هي 5 كيلومتر. هذا القانون اللي هو باث لوس موجود أمامكم، الباث لوس اسمه. أعتقد هذا القانون هذا اسمه الباث لوس، 20 لوغاريتم اللامدا على الدي، فينطيك فقط التردد وينطيك المسافة، من عندها تحسب الباث لوس. فهذا سهل يعني، ويقدر واحد يحسب الباث لوس حسب القانون اللي شوفناه لحضراتكم. يعني اللامدا نحسبها من التردد، نعطيني التردد 5 جيجا هرتز، واقدر احسب اللامدا من عنده، والباث لوس يطلع منها يعني احسبه بهذه الطريقه، يعني ناقص 20 لوغاريتم اللامدا طلعت هذه، والمسافه نعطيني اياها اشقد، 5 × 10 او 6، منين جبناها هذه 5 كيلومتر، بس هذه 5 × 10 3، هاي شوية خطأ، هذا صححوها، لأنه 5 كيلومتر، فأحول الكيلومتر إلى متر أضربه في 10 × 3، هاي شوية خطأ يعني شوية يعني صححوها. زين، عندنا هنا هذا السؤال، هذا يعني تعاريف، هذا قلنا موجودة ومطلوبة، الرفلكشن والدفركشن والسكترينج ذني هذه، والرسم أيضا هذا مطلوب. فيعني يراد يعني واحد يفهمين، عندي هذا أسطح يعني، وعندي هذا ترانسميتر، فيصير عندي رفلكشن هذا انعكاس، ودفركشن من الحافة، وسكترينج يصير من إذا كانت عندي الأجسام، إذا كان عندي الجسم أو الحائط أكبر بكثير من الطول الموجي فيصير رفلكشن، وإذا كان أقل من الطول الموجي يصير ديفراكشن. يعني العفو يصير سكاترينج، وإذا حافة يصير ديفراكشن، حيود يعني يصير، وهنا التشتت يصير سكاترينج. المهم فهسه هذا مطلوبة، هذه غيراد واحد يعرفهم. هسه عندنا هذا مثال موجود يعني نصا بالمحاضرات، اخذناه نحول القدره، هذا حليناه بالمحاضره وموجود نفسه بالفصل، جايبيه كوبي هنا بالامثله. وعندنا هسه ايضا موبايل لوكيتد، هذا 5 away from base station، اعتقد اكو واحد ما مطلوب، نعم هذا ما مطلوب، هذا المثال ما مطلوب، فقط عندنا مثالين ما مطلوبة، فهذا المثال ما مطلوب، مثال رقم 2 ومثال رقم أعتقد المثال في صفحة، في هذه الصفحة هذا الإكزامبل ما مطلوب، اللي هو بهذه الصفحة، هذا الإكزامبل في صفحة 10 ما مطلوب، هذا ما مطلوب، هاي التكملة مالته في صفحة 11. هنا أنا على اللينك بجيت نأجلها على المحاضرة القادمة، نحل الأمثلة الخاصة باللينك بجيت، هذه أيضا الأمثلة مهمة جدا، الأمثلة مع اللينك بجيت أكو بيها رسم وأكو بيها بدون رسم، يعني ونحددها إن شاء الله بالمحاضرة القادمة، ونهيئ نقول اكو شوكت يكون بدون رسم اذا كان السؤال بدون رسم، واذا كان السؤال بالرسم شلون نحل شلون نحلها الاسئله. زين مصطفى جاي متاخر، مصطفى محمود ما يجوز التاخير كثيرا يعني، مصطفى محمود زين. هسه بس بالنسبة راح أصيح أسماء الحضور، فياريت يعني تشيكون وياي إذا أكو اسم ما صحت اسمه. الحاضرين عندي إبراهيم، عبد الله، عبد الوهاب، أسامة، هيثم،
آيات عبد الباسط، آية عصام، جراح مضحي، حسن عبد الكريم، وحسن محمود، حسن محمد، وخطاب أحمد، وزينب باسل، وزينب عبد الرحيم، وزينب قاسم، وسجاد حسين، طفا كامل، عبد الأعلى، علا نافع، علي قاسم، وعلي كاظم، وفاطمة ثائر، ومصطفى محمود، ومنتظر جبار، وهبة عباس. والآيات رعد. أكو أحد ما صح اسمه؟ أستاذ عباس عبد الصاحب. عباس اليوم وينك عباس؟ غير أول واحد عباس. نعم أوكي، غير عباس. أوكي، إحنا إن شاء الله على المحاضرة القادمة نكمل اللينك بوجت حتى يكمل عندنا الفصل، وهذا الفصل أعتقد يصير به الامتحان الفصل الثاني، ويجوز نضيف عليه بعد محاضرة لغة من موضوع آخر، فحتى يكون المادة تكمل الفصل الثاني إن شاء الله. فيعني أيضا هذا من الفصول المهمة جدا، يعني يا ريت يعني كلكم يا ريت كلكم يعني تحلون الأمثلة وتركزوا ويانا. عباس من اللي اجى هسه؟ عباس عباس من هسه اجى؟ عباس عباس عبد الكاظم، عباس عباس عبد الكاظم. نعم استاذ، جاي متأخر كلش، يعني اسف استاذ، خذت منا خلصنا المحاضرة عموما يا ابي. فالمحاضرة هسه سجلناها، راح ان شاء الله ارفع لكم اياها ايضا، يعني اللي فاتت المحاضرة وارفع لكم اياها على الكلاس ان شاء الله. يعني ايضا واحد يعني يراجع، والامثله والاسئله هاي رجاء تنحل باليد، لانه اذا صار الامتحان حضوري اكيد هاي اسئله المحلوله اللي حليناها امامكم يعني تجي، وتجي مو نفسها يعني تجي يعني بارقام مختلفه. فمطلوب انه يعني واحد يحل بيده حتى يفتهم الحل شلون يصير، والارقام شلون طلعت، واكو الواط ومن اللي واط. فيا ريت يعني انتم تكونون يعني على بينه من عندهم عموما.